نفسك الشمال ملي على الحاز اللي جنبك اللي على يمينك بس وقف ثابت جنبا واحد اثنين ثلاثة واحد خدمة خد يا عسكري عبد البر من دوية يا عبد البر وقف ثابت بص قدامك على جنبك خد من دوية وقف ثابت وقف ثابت يا عسكري عبد البر وقف ثابت اثبت الناس من دوية وقف ثابت وقف بص قدامك بقى ما تكلمش خد من دوية عسكري لك امسكها كويس بص قدامك اثبت ده بص قدامك هاتي فان واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هو مطلوب هو مطلوب انت عشان الاجل شيل من دوية شيل يا عسكري من دوية شيل يا عسكري من دوية وقف يا عسكري عبد البر مطلوب بلاش حالك يا عسكري منيب بقى اسلحة اقعد من دوية على كتفك اقعد من دوية على كتفك وقف ثابت بس اثبت تمام واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة انت ما عملت سلام سلاح يا عسكري رجل ما تعرفش لا يا فندم اعمل سلام سلاح اهلا وسهلا اهلا وسهلا انت عسكري رجل وقف بص قدامك هاتي فان واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اثبت انت عسكري رجل اثبت بص قدامك بص وقف ثابت اعد من دوية بلاش تحكي عسكري منير جنبا سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة فصلها خبا العسكري رجب والعسكري منير والعسكري عبد البر انتباه خطوة للأمام فرش بلاش تحكي عسكري منير خطوة العسكري رجب خطوة للأمام فرش انت رحت خش في الصف يا وقف وقف يا عسكري وقف انتباه هاتفون سلاح واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة حط من ده على كتفك انت تحت كمان ايوه كده بس اقف ثابت بص قدامك مايلا سلاح واحد اثنين ثلاثة ضيعها من دوية ايوه كده ليه من دور سريعا فرش للخلف فر للخلف فر للخلف فر للخلف فر للخلف فر انا مت بقى ابوس راس محلك يا سيد اهو اثبت تعالى يا عسكري رجب تعالى يا عسكري رجب نيجي المكتب محبوس فضيله المراهق تلمام اضر كما كنت تلمام اضر فضيله الاولى ايه الدوران للخلف الخلف حر فصيلة مقاقر على الشمال معتدان فرش شمال يمين شمال يمين شمال يمين دوران للخلف للخلف حر شمال يمين مين بالثلاثات لليمين حر رايح فين يا عسكري رايح فين يا عسكري يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوني ابو نفذ وقفت مع الندى ونفذ مظبوط ده الخلف هر الندى مش ليك يا عسكري ده للفصيلة الخلف شور انت اقف ثابت يا عسكري رجب مش سامع حاجة خالص انت مش مخك معانا لا ده الخلف هر محلك بالخطوة السريعة عسكري رجب اجري الفصيلة تتقدم لليمين حر على اليمين حضة وطن اقف ثابت على اليمين حضة بص يمينك لا لمام اضر كما كنت لا لمام اضر كما كنت لا لمام اضر كما كنت لا لمام اضر حرك الشمال بالثلاثات الشمال حر على الشمال الشمال لف معتدل حرش اصل دليل الشمال طول دليل اليمين كل ثلاثة مع بعض ارفع ايدك فوق شمال
لا اليمين. رايح فين يا عسكري يا رجب؟ ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب؟ سلاح قف عسكري رجب الخلف دور سريعا ارش. يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين. خلو تنظيم قف. مش عارف الطابور؟ ايوه. لو غلطت اخر مره هندخلك المكتب مع دور. اسف يا فندم اخر مره. حاضر. غلطت ثاني مره. حاضر يا فندم. دوران لليمين لليمين هر هب. يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دور تعمل الشمال دور لليمين هر وانت عند هنا مش عارف ايدك اليمين ايدك الشمال فين ايدك اليمين؟ اليمين فين الشمال؟ اهي. طب الاخبار كده اعملهم كده في بعض. اهم يا فندم. اه ثابت. فين ايدك اليمين ولا الشمال فين؟ ما انت لخبطتهم يا فندم. يا عسكري ايدك اليمين اهي. ايوه نادي يا خلاص الدور دوت على ايدك اليمين دي بخور. حاضر. لليمين هر هب. لا شمال هر لا اليمين هر لا شمال هر هر. وحلك يا عسكري رجل خطوة ثانية رجل عسكري. صراف بطابور صراف بسرايا صراف الفصائل. يا رب اليمنى ام اليسرى؟ اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشمله. الفصل الثاني الدوران بالعدد. يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى اليمنى واصابع القدم اليسرى اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى. انت اخيرا لو كنت لازم تقرا في سرك. لو قرات في سري لن افهم شيئا. ليه؟ هتفهم بعقلك ولا بوجهك؟ انا حر افهم كما اريد واشتهي. الكلام ده لما تكون لوحدك مش تصدع لنا دماغنا. بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى. إلها تنخمد يا شيخ. اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى نشاط يعني القدم اليمنى. الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر. وكل ده عشان أخلص من شوشو. هي شوشو كانت وحشة. ده أنت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز. ده أنا نفسي حاسس إني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني. الفصل الثامن والتسعون رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح انت عن عسكري شويش شويش انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو. امال صحيح ممكن قوي بعد خمس سنين ان شاء الله. البس انت عسكري. اصحى يا عسكري. اركب الهوا. اثبت هنا هوا. مفيش ركوب هوا هنا في نظام وفي عسكريه. ما سمعش النوبه؟ معلش النوبه يا شويش. اصلا انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكريه. انزل البس ما تعرضش نفسك للجزا. معلش والنبي اصلا انا رجلي مقفقفه. بنادق طلقات صامتة أقراص تنشين أشكال هيكلية معلومات للمعلم ثبت الأشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر. ألك ألك ألك. يتقدم التدريب يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين. مش بطال نشن أحسن عشان تضرب في السوادة نفسها. يا مرسي يا أبا العباس. ضع
وبعدين معك عسكري نشن فوق شويه. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد يا عسكري. انت ايه ما بتشوف؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواده فوق الضرب على مهلكم.